ولكن أن ترفع إلى القضاء دعوة معتبرة شرعة من قرابة 300 مجاهد في الجماعة، ويتم ردها مني لمجرد أن المدعى عليهم قادة وأمراء، فهذا عين الظلم والمحاباة. فما عملت إلا بما ألزمت به أنت الجماعة يا شيخ أبو همام، ما عملت إلا بما ألزمت أنت به الجماعة. فدلوني بالله عليكم كيف أرد دعوة ل300 رجل ومجاهد في الجماعة، دعوة معتبرة في القضاء. أن الأمير فوق كل شيء وفوق القضاء حتى،